This shows me that I'm the one for him. And you believe him? I believe him. Yeah, because I love him and he loves me. I'm his one and only. Yeah. Definitely. Definitely. And I'll be with him forever. قبل نحو 3 سنوات أرسلت آيريس البالغة من العمر 80 عاما رسالة لرئيس الوزراء البريطاني حينها بوريس جونسون تطلب فيها مساعدته على إتمام زواجها من الشاب المصري الثلاثيني محمد. ولكن ما الذي حدث وتغير اليوم حتى تنتهي القصة الملحمية للحب هذه بالخلاف والمطالبة بالطلاق؟ طبعاً منذ أن بدأ محمد وآيريس المواعدة عبر فيسبوك في عام 2019 مر بصعوبات كثيرة لتوثيق زواجهما، وبالفعل نجح أخيراً في إثبات قدرة حبهما على تخطي العقبات وتزوجا عام 2020، وانتقل محمد من مصر للعيش مع زوجته عام 2021، وظهرا معاً في أكثر من لقاء إعلامي يتحدثان كيف أن فارق العمر ليس عائقاً بوجه حبهما القوي، ولكن يبدو أن الحب القوي هذا لم يصمد طويلاً، فهذه القصة الوردية لم تنتهي بجملة عاش بسعادة أبدية. فقد أعلنت آيريس أنها انفصلت عن زوجها المصري، وقالت لنا إنها طلبت منه المغادرة. أما عن أسباب الانفصال فقالت إنها كثيرة، ولكن من أبرزها عامل فرق السن والاختلاف الثقافي، بما في ذلك حديثه باللغة العربية عبر الهاتف بشكل متكرر مع أصدقائه. مشاهدينا، توجهنا إلى محمد الزوج المصري السابق لنسأله أيضا عن أسباب إنهاء الزيجة التي قال قبل سنوات إنها من المرأة التي يحبها ويسعى لسعادتها، فرفض تماما التعليق على الموضوع. أما على مواقع التواصل الاجتماعي فعلق الكثيرون على خبر انفصال آيريس ومحمد، منهم مختار يقول: هل من قلة العجايز في مصر حتى يتزوج هذه المسنة؟ أما رافائيل فيقول: قصة حب سيخلدها التاريخ. شكرا جزيلا لمشاهدتكم تريندينج، سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها.